أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض الهندبة الخضراء. الهندبة الخضراء بتنعمل أكلة نباتية بدون لحمة، شغل غماس، طيبة جدا. في ناس بيسموا الهندبة الخضراء العلت، كتير طيبة. خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها مع خبزة سخنة مع خبزة طازة. أكلة كتير خيالية، شغل غماس للي بيحب الغماس، غير شكل. دائما تيجي هي والخبازة بنفس الوقت وبتنعمل على نفس الطاولة. أكل كتير طيبة، خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها ويلا بينا. يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم أحلى ناس بالعالم، جميع محبي ومتابعي عصام منير ومطبخه على قناتي على اليوتيوب مطبخ عصام منير وصفحتي على الفيسبوك والإنستغرام كمان. إذا كنتم من الأحباب الجدد اللي بيزورونا لأول مرة، أرجو أن فيديوهاتي تعجبكم وتعملوا سبسكرايب وشير وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل تنبيه جديد بأي فيديو جديد. قناتي وصفحاتي بيكبروا فيكم ومعكم، عشان هيك كتروا اللايكات والشيرات ليستفيدوا أصدقائكم كمان من الوصفات. بدي أذكركم إنه المقادير والمكونات موجودة لكل وصفة في الفيديو وبصندوق الوصف كمان. هيك الهندبة شكلها. هندبة منظرها كتير حلو، تيجي ورقها طويلة ومدبدبة على الأطراف، هيك فيها زي كأنه شوك لكن هو مش شوك، وبتيجي بهالشكل كمان. ما بعرف كيف اوصف لكم اياها. وراقها مثلثيه لكن تيجي باكثر من شكل، اشي وراق مثلثيه اشي وراق ناعمه، لكن الهندبه البريه او الهندبه الخضراء هيك بيكون شكلها. هاي الشكل كمان بتكون بدون اي تدبيبات على الاطراف. ما بنغسل الهندبه قبل ما نفرمها، نجيب الهندبة زي ما هي، أهم إشي ننقيها إذا فيها أعشاب أو فيها حشرات أو فيها أنواع خضار تانية أو حشائش تانية، ومنترتبها زي ما أنتوا شايفين ومنفرمها. فرمتها مش ناعمة ولا خشنة، يعني سنتيمتر كل فرمة لازم تكون. إذا عملناها ناعمة كتير رح تدوب، وإذا عملناها خشنة كتير ما رح نعرف ناكلها ولا نشتغل فيها. شايفين كيف؟ فرمها سهل جدا زي ما بنفرم السبانخ، علمتكم في السبانخ. اذا في اطراف بتكون في اخر اوراق الهندبة تكون وسخة او جاي من التراب او اشي، بنتخلص منها وبنبدأ نفرم من النظيف. العروق لازم تكون موجودة، ما بنتخلص من العروق لانه هي العروق والورق هن مندمجين مع بعض، فبنفرمه كله مع بعضه. بعد ما نغسلها كتير منيح، لازم نغسلها لتضل لتصير المي صافية، ننقعها بمية مرة وتنتين وتلاتة ومن قيمة من المي لتصير ميتها نظيفة وصافية. بنحطها بطنجرة وبنغمرها بمي سخنة وبنغليها لحد ما بنسميها بتصير الهندبة حلوة. الهندبة إذا أكلناها بتكون مرة، يعني هلأ إذا دقناها وهي مش مستوية طعمتها على مرار، فإحنا بنسلقها عشان نتخلص من المرار تبعتها وتصير طعمتها تقدر تتاكل وحلوة. نتركها الهندبة بالمي لتستوي أو لتغلي بالبداية، ومنضلنا نقلب فيها. ليه منضلنا نقلب فيها؟ عشان كل الهندبة تأخذ نفس درجة الاستواء، لأنه الهندبة وهي بالمي السخنة في البداية رح تضلها تطفى على الوجه، فإذا استوى اللي تحت وضلت اللي فوق مش مستوية هاي مشكلة. فإحنا منضلنا نحرك فيها ونقلب فيها كل شوي عشان تأخذ نفس درجة الاستواء، وبالآخر إحنا رح نشوف إنه الهندبة بدت بطلت تطفى على السطح وصارت كلها روح واحدة وعم تغلي. منضلنا نغلي فيها لحد كيف بدنا نعرف انه هي استوت. نمسك اخمل عرق فيها ومن طوله وبنفعصه في ايدينا بين اصابعنا. اذا لقيناه استوى بايدينا بنقدر نعمله هيك او نطحنه بايدينا، معناته الهندبة استوت.
شايفين العروق لساتها شوي بدها منكمل عليها، انهرستش بين أصابعنا منكمل عليها، انهرست من إيمها. هذا هو المعيار، أخمل العرق منشوفه بالهندبة هو اللي بيعطينا العلامة. بعد ما تستوي منصفيها ومندير عليها مي باردة لتبرد على الآخر، ومنعصرها كتير كتير منيح، نمسك كل شوي ومنعصرهم بإيدينا كتير منيح. أهم إشي إنه نبردها عشان تحتفظ بلونها الأخضر، ولا بتصير لونها عسود. بعد ما نبردها منتركها على طرف، وهلأ بدنا نعمل تقلاية البصل. البصل منقسمه رفيع رفيع كتير، شرايح كتير رفيعة، وما منخليه شرايح طويلة، منعمله مرب يعني تربيع البصل 4/4، ومنقسم الشرايح كتير كتير رفيعة. منحط زيت زيتون وشوية ملح، ومنبدأ نقلي فيهم على نار متوسطة إلى ضعيفة. ما بدنا نحرق البصل، ما بدنا يصير زي بصل المجدرة أو بصل الكشري محروق وبقرش، لا، احنا بدنا نعمل له كاراملايزيشن، يعني بدنا ناخد طعمة البصل المضبوطة. فعلى نار متوسطة إلى ضعيفة منضلنا نقلب فيهم وإيدنا فيهم ليصير لون هون على بني، بيكون طعمة البصل أخرج كل العصارة وكل السكر تبعه ليوصل لها اللون. شايفين كيف الهندبة معصرة كتير منيح؟ هلأ منضيفها على البصل. بعد ما أضفنا التومة صار عندنا في الطنجرة هلأ بصل مقلى وتومة والهندبة، التومة مفرومة، قلبناها نص دقيقة مع البصلات، وهلأ ضفنا الهندبة. نبدأ نفرفط الهندبة عن بعضها ونفتحها عن بعضها، أنا معصرة كتير، ونبدأ نقلب فيها. وإحنا منقلب بدنا نتأكد إنه كل اللي لزق هاي العصارة أو الطعمة تبعت البصل لزقت في الطنجرة، إنه نطلعها مع الهندبة. بفضل نستعمل زي ما انتو شايفين قلاية او طنجرة ستينلس مش تيفال، عشان كل هذا اللي لزق احنا بدنا اياه بالتيفال ما رح يلزق، او بطنجرة المانع غير لقابل للصق ما رح يلزق. منضيف كمية الزيت الزيتون المحترمة. الهندبة تعتبر من الحشائش الناشفة او الخضروات الناشفة لما تنطبق، ان ما حطينا عليها زيت زيتون رح تضلها ناشفة ومش رح نستطعم فيها، فهي مقاومها الأساسي برضو الزيت الزيتون اللي بنشوفها هيك بتلمع فيها، وهي أكل غماس يعني بخبزة ما فيها جنبها رز، فلازم تكون الزيت الزيتون حاضر فيها وطعمته زاكية. هلأ منضيف عنا تومة وحامض ومنخلطهم كتير منيح. الهندبة بتحب التومة، والتومة بتحب الهندبة، كيف الملوخية هي والتومة صحبة، كذلك الهندبة مع التومة لازم تكون صحبة. منقلبهم مع بعض ومنخلي ما فيش مي فيها تنشف، بس نقلبهم وتنشف كل شيء بتكون هيك أكلتنا جاهزة. هندبة بتومة بحامض بزيت زيتون، منقلي بصل يقرش إذا بدكم على الوجه حواليها وفيها، بضيف طعمة بضيف منظر، وهيك أكلتنا بتكون جهزة. أكلة بقولكن فخمة طيبة جدا، مش كتير بيعرفوها ومش كتير بيعرفوا يعملوها. وإذا عندكن شوية خشخاش أو عصير خشخاش أو عصير زفر زي ما بسموه أو نارنج عليها بيعطيها طعمة بدل الحامض كتير كتير طيبة. هيك وصفتنا بتكون خلصت، جربوها وقولولي كيف تطلع معكن، وصحتين وعافية. إذا عجبكن نعملناه، بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.